لقطة مميزة شهدها حفل زفاف المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بالمطرب حسام حبيب ليلة السبت في القاهرة، حينما احتفلت شيرين مع ابنتيها بزواجها، حيث خرجت شيرين في بث مباشر عبر انستغرام في مجموعة من الفيديوهات التي تحتفل فيها بعقد قرانها على حسام حبيب. شيرين عبد الوهاب كانت ترفض التلميح إلى اقتراب عقد قرانها على حسام حبيب، وقيل إنها اشترطت على الحضور سرية التفاصيل، باتت كل تفاصيل زفافها متاحة بعد دقائق من انطلاق عقد القران.